إذن مشاهدينا متابعينا الكرام، شوطنا العشرون المخصص لفئة الأبكار المنطلق في هذه اللحظات، نتابع معكم هذا التحدي، نتابع معكم الحضور على المركز الأول من المسك لسعيد بن عبيد بن يمعة بن عديل العليلي، المركز الثاني وتابع سرابة لعبيد بن مطر بن علي بالساحر الاشتبي، بينما المركز الثالث وتابع في هذه اللحظات انطلاقة عجايب لعبد الله بخيت بن حارب الاشتبي، والمركز الثالث رابع المراكز العزوم لسلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي، والمركز الخامس وتابع هنا في هذه اللحظات تغييرات بدأت تجري وتطري مع تحدي هذا الشوط من الجانب الآخر، وتابع شبة لراشد بن محمد بن راشد بشاوي الغفلي من يتقدم أيضا مع هذا الشوط ويقدم لنا هذا الحضور الرائع مع التحدي. إذن النتيجة المميزة والنتيجة الممتازة والعودة مع المركز الأول، هنا اللي غيرت وانتقلت إلى المركز الأول من المركز السادس إلى المركز الأول ضارية لمحمد بن راشد بن حليس بن راشد الاشتبي، يسيطر إذن على المركز الأول ويسيطر على قيادة هذا التحدي. المركز الثاني يتابع شبه لراشد بن محمد بن راشد بشاوي الغفلي مع شعار محمد بن راشد بشاوي الغفلي براشد محمد بن راشد بشاوي، مدرسة من الأخلاق ومدرسة من الطيب ومدرسة من الجود والكرم، سلامي عليك يا ابو راشد. انتقل الى المركز الثالث اللي وصلت الى المركز الثاني في هذه اللحظات، من المركز الثالث خذت المركز الثاني للعزوم لسلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي، رابع المراكز عجايب، رابع المراكز عجايب لعبد الله بخيت بن حارب الاشتبي. المركز اشوف ما شاء الله، اشوف المركز الخامس واللي وصلت في هذه اللحظه مع الانطلاق عاليه لعبد الله بن حربي من طشه بن ثعيلب العامري، ووصول كذلك من مياسه لعبيد بن سالم بن جرش الغفلي. هكذا اذا مشاهدينا الكرام نتيجتنا والمراكز الاولى المتقدمه، هكذا النتيجه في هذا الشوط، هكذا التحدي في هذا الانطلاق. والعودة مع المركز الأول، مبدع هذا الشعار اليوم، مبدع شعار الدرع اليوم كعوايدة، مبدع شعار الدرع كعوايدة في الانطلاقات الرائعة. بسم الله يا العزوم ما شاء الله، عصاته في البطان ما قالوا لها شيء، ما غثوها ركضها تلقائي، العزوم 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 من عزمت واعلنت الهجوم على المركز الاول لسلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي، ما شاء الله وتبارك الله، ما لها منافس في الشوط، تغرد وحيدة خارج السرب، تقدم هذا المستوى الرائع. بسم الله عليك يا العزوم، بسم الله عليك يا العزوم، قال غيرت من سمعة الزقرة وازمت بالخاليديها، الله الله حيها السير حياه، ما شاء الله وتبارك الله، تهانينا والناموس لمالك العزوم سلطان بن سالم بن سيف بن سليم الدرعي على فوز وانتصار العزوم بالمركز الاول بدون اي اوامر او شبه اوامر. تذكر المركز الثاني ما يبنى لها طاري لصالح بن علي بن محمد بعواد، المركز الثالث عبد الله بخيت بن حارب، المركز الرابع لسالم بن محمد بن لاحج الاشتبي، المركز الخامس لعبد الله بن محمد بن سعيد بن سالم المشايخي. هكذا كانت